مساء الخير. قبل ما أبدأ بالفيديو بدي أشير لملاحظة لاحظتها، أنه في كتير قنوات بتقدم محتوى مشابه للمحتوى اللي أنا بقدمه، عم بيقوموا بنسخ نفس المعلومات اللي أنا بقدمها وعم يرجعوا يقولوها بالقنوات لإلهم، ومش بس هيك، أيضا عم ياخدوا نفس العناوين اللي أنا بعنون فيها حلقاتي هي ذاتها نسخ لصق، عم بيروحوا يستعملوها بحلقاتهم. أنا مش رح ردع هؤلاء الأشخاص، بدي منكم أنتوا تردوا عليهم. كيف تردوا؟ بأنكم تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، تعملوا لايك لحتى نوصل للمليونين، وهيدا بيكون أفضل رد بالنسبة لإلي. شو هي هالحركات الخبيثة؟ ويمكن تستغربوا من العنوان إنه كيف حركات خبيثة وبتحبها المرأة. نعم، هي حركات خبيثة، ولكن في تحذير كتير مهم لكل الرجال اللي عم بيشاهدوا هيدا الفيديو، حذاري انك تستعمل هيدي الحركات الخبيثة بالشر، بل بدك تستعملها بالخير. ليه؟ لانه اذا استعملت هيدي الخطوات بالشر لاستغلال المرأة وللتلاعب فيها، فتأكد انه هي رح تكشفك، وردت فعلها رح تكون كتير عكسية وكتير مؤذية بالنسبة لإلك. اما اذا بدك تستعمل هيدي الحركات لانك بالفعل بتحب المرأة وناوي ترتبط فيها، فانا بنصحك تستعملها، لأنه بالفعل المرأة تعشق الرجل اللي بيعمل معه هيدي الحركات الخبيثة. هن بالحقيقة ثلاث حركات. أول حركة هي أنه ببداية تعارفك على أي امرأة بتعجبك، عبر لها، مش غلط أنك تعبر لها أو تذكر فيها صفات إيجابية وتعبر لها أنك معجب فيها. وفيك أيضا بفيديو قلنا ما تبالغ، اوكي، فيك تطبق قصة عدم المبالغة، ولكن هون التريك او الخدعة انه فيك تبالغ قليلا بالتعبير عن اعجابك، ولكن، وخلينا نحط شحطتين تحت كلمة ولكن، بنفس الوقت بتخبرها انه انت مش مستعد للارتباط حاليا، وانك شخص ما بتحب كتير الارتباط، او على القليل بهيدي الفترة مش عم بتفكر بالارتباط او بالخوض بعلاقات عاطفية. هون شو بتكون عملت؟ بتكون ولدت لدى المرأة نوع من الحيرة والتناقض. يعني هالقد عم بيعبر عن إعجابه فيه وعم يذكر فيه صفات حلوة، ولكن بنفس الوقت عم بيقول إنه مش مستعد للعلاقات العاطفية أو للارتباط. فهو شو بده مني؟ هون ممكن يشطح فكرة إنه بده يتسلى وعم يتغزل فيه، أو عم بيعبر عن إعجابه وحابب يتعرف بغرض الجنس والتسلية فقط، بما إنه لا يفكر بالارتباط. هون هيدي أول احتمال ممكن تحطه المرأة براسها. هون شو بتعمل أنت بالخطوة الثانية مباشرة؟ يعني لازم بالتسلسل تطبقهم، وكتير مهم بهيدا التسلسل، لأنه إذا طبقت حركة قبل الثانية فهيدا قد يؤدي إلى فشل الحيلة اللي عم نعطيها اليوم. فتاني خطوة مباشرة من بعد أول خطوة هي إنك تخبرها إنك شخص كتير محافظ. حتى إذا ما كنت أنت محافظ، خليني شير إنه إذا أنت مش محافظ دينياً وأسلوب حياتك واضح إنه متحرر، مش غلط، في كتير ناس اللايف ستايل اللي لهم متحرر، ولكن أخلاقياً بيكون في عندهم تحفظ على أمور معينة. بتقلها إنك شخص محافظ وما بتقبل أي علاقة أو أي كلام جنسي أو أي علاقة غرامية مع أي امرأة خارج نطاق الزواج والارتباط، وبالفعل يجب أن تعمل بموجبها. مش تقلها إنه أنا شخص محافظ وما بقبل أي علاقة خارج نطاق الزواج، وتروح تصير بدك تقلها بعتيلي صور أو تحكيها بأمور فيها تلميحات جنسية، هيدا بدك تبعد عنه. هون وين بروح خيال المرأة؟ هون بروح إنه طيب أوكي، معجب فيي بس لا يفكر بالارتباط، ولكن بنفس الوقت ما بده جنس، لأنه عم بيقول إنه محافظ وما بيقبل بأي علاقة غرامية خارج نطاق الزواج. فهيدا شو بده بالضبط؟ أيضا هون صار في حيرة، ولكن ممكن بعض النساء يشطح تفكيرهم إنه هيدا شخص
معقد. الحركة الثالثة والأخيرة، وهون من جميع الرجال بدي أطلب يكونوا كتير دقيقين بهيدي الحلقة، هيدي من أهم الحلقات اللي بقدمها لجنس الرجال. النقطة الثالثة، شو بتعمل من بعد ما فكرت هي إنك معقد؟ ربما بالنقطة الثانية لما قلت لها إنك كتير محافظ، هون كيف بتنفيلها؟ بترجع بالحركة الثالثة مثل ما قلنا بالتسلسل لازم يكونوا. بالحركة الثالثة بتقلها إنه أنا ما عندي مشكلة إذا كان هناك ماضي للمرأة اللي بدي أتزوجها، حتى صحيح أنا لا أفكر بالارتباط، ولكن إذا فكرت مستقبلياً أني حب امرأة وارتبط فيها، فأنا أبداً ما بهمني وما كتير بتطلع على ماضيها وشو كان عندها علاقات قبل. اللي بهمني هو الحاضر، وهو إنه لما نصير سوا تصير مخلصة وفية لإلي. أما كل شيء علاقات سابقة كانت بحياتها قبل دخولي على حياتها، فأنا ما بتعني لي أبدا ومستعد أتقبلها كما هي وشو ما كانت تكون. بمجرد ما أنت قلت لها العبارة الثالثة أو استعملت معها الحركة الثالثة، فهي فورا رح تنسف فكرة معقد اللي كانت أخذتها عنك بالخطوة الثانية. إذن شو صار هون؟ اللي صار هي حست بالثقة. كيف حست بالثقة؟ لما عرفت إنك محافظ، وثقت فيك إنك مش فايت فيها على استغلال جنسي. واللي صار بالنقطة الثالثة إنه عرفت إنك شخص صحيح محافظ ولكنك منفتح، يعني أنت ما بتأذيها أو ما بتستغلها إلها، وبالتالي فهي قادرة توثق فيك، ولكن بنفس الوقت هي قادرة تكون مرتاحة معك وتعترف لك بأي شيء عملته بالسابق، وهيدا أيضا بيعطيها ثقة أكبر وبيعطيها ارتياح وعفوية، وأيضا احتمال كبير إنها تعترف لك بكل شيء سبق وحدث معها بحياتها وبعلاقاتها السابقة. فإذا أنت بتخلي المرأة أولا كتاب مفتوح قدامك بهيدا الأسلوب، ثانيا بتخليها تتعلق فيك ليل، عم تحسك مختلف مميز عن غيرك، لأن هلأ أغلب النساء بيقولوا أنه بده يتسلى أو بده جنس أو بده يتلاعب وغيره. فهون لما أنت تطبق هالخطوات بهيدي الطريقة، فهي رح تحسك مميز، رح توثق فيك، رح تخبرك كل شيء عن نفسها، وبالتالي هيدول هن الاشياء تحديدا اللي بتعشقهم جميع النساء، او خلينا نقول 99% من النساء بالرجال، ما عدا نسبة صغيرة لهن دايما منقول هن استثناءات، واللي هي المرأة الحورية او المرأة المتلاعبة، وهيدا الصنف اللي دايما منخصص له حلقات خاصة فيه. اما المرأة الجدية والمحترمة فهي تعشق الرجل اللي بنفذ معها هيدي الحركات بنفس الطريقة اللي حكينا عنها اليوم. طبعا اشتركوا بالقناة، اعملوا لايك، انا بشوفكم بفيديو تاني، والى اللقاء.